الو الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا الاخ صديق دعدي. مرحبا. اهلا وسهلا. صح فطورك من راك في زوريخ؟ من زوريخ من سويسرا. نعم. مرحبا بك. صحة رمضانكم. صحة رمضانك وكل عام وانت بخير. الاخ صديق دعدي طبعا اللي هو معروف انه يعني هو اللي رفع دعوة قضائية قبل سنوات ضد وزير الدفاع السابق اللواء المتقاعد خالد نزار. هو ونظن اخ او اخوة معاه مقيمين في سويسرا. بلغني الاخ دعدي انه الاخ اللي كان رافع لك رافع معاك دعوة اللي هو الطبيب في جراحة الاسنان كردادي حسين توفي رحمه الله برحمته الواسعة امس، هل الخبر صحيح؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، صحة فطوركم، وتحية لك خويا سعيد ولكل الجزائريين ولكل المشاهدين. نعم، خونا حسن كردادي توفى البارح رحمة الله عليه بعد صراع مع المرض، هذه مدة تقريبا 3 سنوات، وتوفى في لوزان البارحة. ومن هذا المنبر نعزي العائلة تاعه وكل من يعرفه وكل من صادقه، ورحمة الله عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله برحمته الواسعة، عظم الله أجركم وأجر عائلة كردادي حسن سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. معلومات لي عندي أنه سيتم دفنه في لوزان في سويسرا، صح؟ نعم نعم نعم. إذن رحمه الله برحمته الواسعة. الأخ كردادي هذا هو اللي كان معك في الدعوة القضائية أم معكم آخرين؟ لا، احنا كنا الأولين، احنا وحسن كردادي احنا الأولين، احنا اللي دوبلينيون اللي رفعنا الدعوة القضائية بالجنرال متقاعد خالد نزار. سألتك هذا السؤال أولا لأنني سمعت أنه الأخ حسن كردادي رحمه الله توفي، والامر الثاني لانه العميل الخائن اللي نسميه انا رقاصة العيون هشام عبود نشر قبل يعني امس نشر قبل حوالي 20 ساعه او تقريبا يعني بالامس نشر فيديو يتكلم فيه يقول ان المحكمه السويسريه استدعت اللواء المتقاعد خالد نزار للمحاكمه ولكنه تحجج بالمرض، هل الخبر صحيح ام لا؟ احنا بكل صراحة كل حاجة خاصة بهذا الملف ترسل إلينا كل التقارير لخونا كردادي رحمة الله عليه، كردادي وأنا يعني أنا إلى يومنا هذا لهذه الساعة اللي نحكي معك ما جاتني لا ورقة لا أي شيء يعلموني فيه بهذا الشيء ولا. وأنا راح يعني الخبر هذا يعني ما عندوش صحة، يعني هاي كيفاش يعني هذا الخائن هشام عبود يأتي بأخبار من رأسه، يعني يروج لأخبار غير صحيحة، لأنه أنا كنت حريص أنني نسمع من المصدر منك أنت بعد يعني طبعا بعد الخبر اللي توفى الأخ هذا كردادي حسن. إذا بقيت أنت المعني بالأمر وأي تطور في القضية يعني يتم إعلامك إخبارك يعني وتم استدعائك للجلسة، أنت لم تتلقى أي شيء وما عندك حتى خبر في الموضوع. ما كان والو أخي الكريم، هذه نسميها انا يعني الناس، احنا الملف هذا تاعنا، احنا اللي بدينا به يعني، والناس تتكلم كيما تبغي، ولكن احنا كان امور ما نحبوش نتكلموا فيها. اذا يعني ما كان والو الى يومنا هذا، الدقيقه اللي راني نحكي معاك اليوم، شحال رانا اليوم 25 في 28 مارس 2023، ما جاتني لا رسالة ولا 26. أنا غلط يا ودي 26، أنا غلط 26، اسمعني 26 الله العظيم زايد نهارين 26. معليش هذه يا أخونا سعيد. إذا الأمور هذه تعنينا حنايا، وكما قلت لك يعني وهذه الأمور احنا اللي كما نقولوا نسيروها، واحد ما يسيرها في مكاننا، هاي كيفاش. شكرا الأخ دعدي، وأجدد تعازي الخالصة لك في وفاة صديقك، وتعازينا الخالصة لعائلته في الجزائر وفي لوزان. شكرا الأخ دعدي، إذا كان عندك كلمة تفضل.
اخويا نترحموا عليه ثانية، كان نعم الرجل، ورجل يعني ذو حكمة وعاقل ويعرف كيفاش يسير، ورحمة الله عليه يا اخو. يا للأسف، نتمنى ان شاء الله لكل عائلة الصبر والسلوان، ونقول كذلك من هذا المنبر تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، شكرا أخ والسلام تعدي، عليكم ورحمة الله. تحية طيبة وصحة رمضانك، وكل عام أنت بخير. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. إذا مثل ما سمعتم معنا الأخ دعدي يعلمنا رسميا عن وفاة الأخ الجزائري هذا الدكتور كردادي حسن، اللي كان هو أول من رفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع السابق اللواء المتقاعد خالد نزار، وكان معاه دعدي، ودعدي ينفي ما تم تداوله من قبل رقاص العيون اللي انشر خبر لا أساس له من الصحة، مثل ما راكم تشوفوا أمامي هنا رقاص العيون يقول أن القضاء السويسري يستدعي خالد نزار والأخير يتحجج بالمرض. هذا الخبر أو هذا الفيديو نشره بالأمس، رسلوه لبعض الإخوة. أنا طبعا اتصلت بالمصدر في الجزائر مع اللواء خالد نزار الذي نفى ما عنده حتى علاقة بالموضوع ولم يتلقى أي استدعاء، واتصلت بالأخ دعدي من سويسرا ونفس الشيء، نفى وقال أنه ما لا يوجد جديد في القضية، بل فيه بعض الأمور سيتم الكشف عنها، ممكن بعد رمضان فيه جديد سيتم الكشف عنه بعد رمضان بإذن الله. وأخبرني بأن الأخ كردادي حسن اللي معاه في القضية توفي بالأمس رحمه الله برحمته الواسعة، توفي في لوزان السويسري.